ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين مع حضراتكم تغطية قناة دريم للانتخابات الرئاسية 2018، ومعانا مراسلنا محمود عمر من الفيوم. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا استاذة حنان، اهلا بحضرتك. ما زالت احتفالات الفيوم قائمة. احنا اهلا بيكي، احنا في حي الصوفي وده حي شعبي اصيل من احياء مدينة الفيوم، اهاليه بيتمتعوا بالاصاله وبحب الوطن. معانا احد المواطنين اللي اتت من اجل اطلاق بصوتها. صباح الخير يا فندم. صباح النور. انت موجوده النهارده عشان تدي صوتك؟ اكيد طبعا. مين على العرس اللي احنا فيه والاحتفال الموجود؟ لا هو الاحتفال جميل، ده احنا لليوم الثالث والاحتفال جميل والحشد رائع والناس كلها مستجيبه وكلها فرحانه وعايزه تنزل علشان تشارك. تعرف حضرتك؟ عفاف عدلي. جاي عشان تدي بصوتك النهارده؟ طبعا انا فرحانه جدا، وانتخابات رائعه وكله لمصر ان شاء الله، خير لمصر ان شاء الله. تحيا مصر تحيا مصر. معانا احد السيدات اللي جات عشان تدي بصوتها النهارده وتشارك في الاحتفال. نعم. تعرف بيكي؟ حرية حنفي. فرحانين عشان استقرار البلد، البلد تستقر وتتقدم ويبقى في امن وامان في البلد، في استقرار، ولادنا يلاقوا شغل ويلاقوا تقدم في البلد بتاعتهم. تعرف بيك يا احمد عبد الستار عبد الله. النهارده عشان تدي صوتها. ايوه طبعا ندي صوتنا الناس اللي لسه ما نزلتش لا لازم تنزل الناس وتشارك، وكلنا نقف مع بعض ونشارك، وكلنا نقف مع مصر. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تعرف بيك يا استاذنا؟ عبد الوهاب علي ابراهيم، نقيب معلمين بندر الفيوم ومسؤول الشؤون التنفيذيه. استاذ عبد الوهاب، انت موجود النهارده في وسط الحشد ده. احنا موجودين هنا بصفتين، صفه مواطن مصري، مواطن مصري بيحب مصر وبيدعو شعب الفيوم، وخص بالذكر اهالي الصوفي لدعم السيد الرئيس لفتره رئاسه ثانيه، والحمد لله شعب الفيوم وشعب الصوفي بالاخص مش محتاج توعيه. علاوه على ذلك معلمي الفيوم اجمعين بيأيدوا السيد الرئيس ويبايعوا له. تعرف بيك يا فندم؟ معوض سيد جمعه. عم معوض، انت موجود النهارده في الزحمه عشان تدي صوتك، كلمنا عن شغلك. رئيس عبد الفتاح السيسي ربنا سبحانه طبعا في حب مصر، ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في القران والانجيل والتوراه. لازم نقف جنب مصر، مصر ام الدنيا، وندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره ثانيه وثالثه لحد اخر يوم في عمره. جميل يا استاذه في الاحتفال ان الشباب متواجد فيه وجاي عشان يدي بصوته، ومعانا احد الشباب اللي هيكلمنا. احنا يا باشا بنحب مصر، لو مش بنحب مصر ما كناش عملنا كده. انت جاي عشان فرحان بالبلد؟ طبعا طبعا، ولدعم السيسي طبعا. تمام. يعني احتفاليه كبيره يا استاذه الحقيقه موجوده هنا في حي الصوفي في مدينه الفيوم، وكلهم بيحتفلوا وبيعتبروا النهارده يوم عرس مش يوم انتخاب. شكرا محمود، الف شكر. وهنتابع لسه مع حضرتك تاني اخبار سير العمليه